كل واحد منا بيفرح بالهدية سواء كان طفل صغير أو كبير، غني أو فقير، فمثل ما بيقول المثل العربي القديم غنية وبحب الهدية. نجوم أهدتن أضواء الشهرة العديد من المزايا وجعلت حبهن يدخل قلوب معجبين ويسعوا بشتى الطرق للفت نظر نجمهن المفضل والتعبير له عن شدة إعجابهن وتعلقهن فيه. بهيدا الفيديو من قناة قصة حياة رح نحكي عن مجموعة من أفخم الهدايا اللي حصل عليها النجوم والمشاهير العرب سواء من أزواجهم أو من معجبين ومعجباتهم. لكن قبل ما نخوض بالتفاصيل ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك، الاشتراك بالقناة وتفعيل التنبيهات لدعمنا على الاستمرار. أفخم وأجمل الهدايا اللي حصلوا عليها النجوم العرب رح نبدأ بالتفصيل مع النجمة إليسا. فأحد معجبي ملكة الإحساس قدم لها مرطبين من الشوكولاتة النوتيلا مرصع بأحجار شواروفسكي كتعبير إلى عن إعجابه. من إليسا منروح لعند أحلام اللي حصلت على جهاز آيفون من الذهب الخالص المرصع بأحجار الألماس كهدية من إحدى شركات الهاتف. زوجها مبارك الهاجري قدم لها كمان العديد من الهدايا الرائعة، أهمها هدية خاصة كتير وهي صالون تجميل خاص فيها مع كافة مستلزمات الحمام المغربي المميز. النجمة الثالثة على لائحة النجمات اللي حصلوا على هدايا مميزة هي النجمة أنابيلا هلال. المذيعة المتألقة حصلت على خاتم ألماسي ضخم كهدية من زوجها خبير التجميل. بالمرتبة الرابعة النجمة بلقيس اللي قدم لها الكثير من الهدايا وأغلبها من زوجها، بس الهدية الأفخم كانت عبارة عن جهاز آيفون 7 بيحمل صورتها كهدية من شركة أبل. النجمة الخليجية حليمة بولاند كمان حصلت على هدية مميزة عبارة عن مجموعة من أرقى العطور بقيمة 3 مليون ريال سعودي. هالهدية القيمة سببت بجدل كبير على مواقع السوشيال ميديا. بالمرتبة السادسة عنا النجمة دنيا بطمة اللي قدم لها رجل الأعمال زوجها محمد الترك هدية باهظة الثمن عبارة عن سيارة بورش. النجمة السورية رويدة عطية قدم لها أحد المعجبين هدية رائعة ممزوجة ببعض الغرابة وهي عبارة عن آيفون 6 وعبوة عطر باهظة مع ثمرة من الفلفل الأخضر، وقد قيل إنه معجب فيها لحد الجنون كما وصفته رويدة. التامنة على لائحتنا النجمة شمس اللي حصلت على سيارة جاكوار كهدية من شخصية مرموقة ذات ثقل على حد أولى. النجم عادل إمام بدوره حصل على سيارة رينج روفر بقيمة 2 مليون جنيه مصري كهدية باهظة الثمن من المنتج تامر مرسي. النجم فارس المدني قدم له أحد المعجبين فيه هدية قيمة عبارة عن سيارة رولز رويس فانتوم. بالمرتبة 11 بحل النجم فايز المالكي اللي نجح بطلب هدية من الوليد بن طلال على سبيل المزاح، لكن الوليد بن طلال حقق له هيدي المسحة وبالفعل نال مطلبه وحصل على الهدية المميزة اللي هي عبارة عن سيارتين وشقة وجهاز آيفون. بالمرتبة 12 مريم فارس اللي نالت خاتم مميز من الألماس كهدية من زوجها. أما بالمرتبة 13 فبتحل النجمة هيفاء وهبي اللي حصلت على سيارة بنتلي كهدية مقدمة من رجل الأعمال زوجها السابق أحمد أبو هشيمة، لكن بعد الطلاق رجع أحمد وطالب باسترداد الهدية. بالمرتبة 14 النجم بدر سلطان نجم المغربي اللي حصل على ساعة ذات ماركة عالمية بقيمة 13 مليون دولار مقدمة من إحدى معجباته بمناسبة عيد ميلاده، وتعتبر هالهدية المميزة من أفخم الهدايا اللي قدمت للمشاهير العرب. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.